بسم الله ما شاء الله، الفرش بتاع العربية لسه بحالته. بسم الله ما شاء الله، السبن بتاع العربية لسه ما نزلش محلات الفابريكا. معانا الكابتن أيمن صاحب العربية. منور يا كابتن أيمن، ألف ألف مليون مبروك يا حبيبي. تقول إيه يا باشا، شركة القبطان ورك في العربية؟ بصراحة ربنا، يعني أنا لفيت كتير، شركة مصداقية وأمانة، وزي ما حصل السيارة أول مرة جينا استلمنا كل حاجة، لقينا كل حاجة مظبوطة في العربية وتمام. في أي تقصير معاك يا كابتن من نعمة العربية، من نعمة الشركة؟ وأنت راجل محترم حبيبي يا كابتن، ناخد برضه رأي عم عاطف. عم عاطف منورنا. عم عاطف، إيه رأيك في العربية وإيه رأيك في شركة القبطان؟ زي الفل منك. تمام، في أي تقصير؟ ربنا يا رب يبارك لكم فيها إن شاء الله، توصلوا بألف سلامة. العربية بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعة، بحالة الفابريكا 2011 أعلى فئة، ربنا يبارك لهم فيها ويوصلوا بألف سلامة إن شاء الله.